بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول في قراءتنا السادسة لهذا الكتاب، قال: وهو أي القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. هذا تقسيم للقياس ينقسم إلى قياس علة، وسيأتي في كلامه ما هو قياس العلة، يعني العلة فيه موجبة للحكم، يعني طالبة طلبا شديدا للحكم، بحيث لو تخلف الحكم مع وجود العلة في الفرع يكون قبيحا في نظر العقل. وهنضرب لذلك مثال. وقياس دلالة، يقول لك قياس الدلالة بكسر الدال وبفتحها، ولذلك قال بكسر الدال ويجوز فتحها، دلالة 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 دلالة، وحكي أيضا ضمها دلالة، ولذلك دال دلالة مثلثة. يعني مثلثة؟ دو دي دا، دو دي دا، يعني دلالة دلالة دلالة. الشرح هنا ذكر ضبطين للكلمة، واطلعنا بفضل الله وسمعنا من مشايخنا ضبطا ثالثا وهو الضم، وعندنا فيه ألفية اسمها المثلثات. المثلثات يعني ايه؟ يعني يذكر من الألفاظ ما يصح أن يقرأ بالثلاث لغات، دا دو دي. وذكر منها طبعا ألفية طويلة موجودة في المكتبة الأزهرية اسمها ألفية المثلثات، وفي المثلثات لقطره، ده أهل اللغة أبدعوا وبرعوا في هذا. وقياس شبه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة، شابهن شابهن مش شبه، شبه شبه يشبه شابها للمصدر، شبه شبه بفتح الشين المعجمة، معجمة يعني منقوط للفرق بينها وبين السين، والباء الموحدة للفرق بينها وبين الياء أو بين التاء. ده بيضبطوا كل ده من أجل الضبط، لأن الفرع، لأن هنا بيان لانحصار القياس في هذه الثلاثة أقسام التي ذكرها. كأن سائلا سأله وقال: وما هو وجه انحصار القياس في هذه الثلاث؟ فهنا أنا عايز أضيف إلى أنه هو أيضا عاد وجعلنا مع التقسيم الحاصر عشان تبقى مسألة عقلية. يعني هو جعل انحصار القياس في هذه الثلاثة أقسام انحصار عقلي، لأنه جعله بين النفي وبين الإثبات، يبقى سلك طريقا جعل هذه القسمة حاصرة، وهو أن الحكم أو القياس الفرع المطلوب حكمه بالقياس، الفرع المطلوب، لأن الفرع ماشي، بس أنا ما حطيتش أن، لأن الفرع، الفرع بقى إيه هو الفرع؟ وأنت بتقرأ اسم يبقى ماشي فاهم. هو الفرع هو المحل، لأن المحل الذي نريد إثبات الحكم فيه، ماله بقى؟ بإيه؟ نريد إثبات الحكم فيه بإيه؟ بالقياس. إن تردد بين أصلين، يبقى شوف بقى المدخل منين؟
إما أن يتردد وإما أن لا يتردد. فإن تردد بين أصلين، وسيأتي مزيد كلام على هذا، فإن تردد بين أصلين هيبقى قياس الشبه، وإن لم يتردد إما أن تكون العلة موجبة وإما أن لا تكون العلة موجبة. سلاسة، خلص، اقفل الورقة. يعني خلاص هو وضح لك المنهج، إنه إما أن يتردد الفرع الذي نريد إثبات الحكم فيه بالقياس، إما أن يتردد بين أصلين وإما أن لا يتردد. فإن تردد بين أصلين فهو قياس الشبه، وإن لم يتردد بين أصلين فإما أن تكون العلة، إما أن تكون موجبة وإما أن تكون العلة غير موجبة. إن كانت موجبة يبقى ده قياس العلة، إن كانت غير موجبة ده قياس الدلالة. يا سلام، في حاجة ثالثة وحاجة بعد كده؟ مفيش. يبقى هنا عمل إيه؟ ده رياضة ذهنية، رياضة عقلية، ولذلك عمل العقل يسعد القلب أكثر من أي شيء آخر. قال: لأن الفرع، يعني أنا عندي مثلا على سبيل المثال، هيأتي مثلا معنا بعد قليل يقول لك في الرقيق إذا أتلف، إذا أتلف يعني لو واحد يا مولانا عنده عبد، فجه أخونا سيفل اعتدى على العبد ده فمات، بلا سيفل لأنه مش بتاع اعتداء، أي حد تاني غير الشباب الحلوة دي، فمات العبد. العبد ده إما أن يلحق بالأشياء، هو متردد قبل ما يلحق، هو متردد بين الأشياء ومتردد بين الحر. يبقى هو فرع، هو تردد بين أصلين. نحن نريد إثبات الحكم في ذلك الفرع وهو العبد المتلف، نريد أن نثبت فيه الحكم، فوجدناه مترددا بين أصلين، بين كونه ملحقا بالأشياء لأنه بالفعل يشابهها في يعني صفات ويعني خصال، وبين أن يلحق بالأحرار. يلحق بالأحرار يبقى فيه الدية، يلحق بالأشياء يبقى في القيمة، وقد تكون قيمته أعلى بكثير من ديته، وقد تكون ديته أعلى من قيمته. فهو فرع تردد بين أصلين لكونه مشابها لكل منها في خصال وفي صفة معينة. يبقى هو متردد أهو. يعني متردد؟ يعني مر بنظر الفقيه يجد أنه أكثر أو له مشابهة مع هذا، ويجد في مرحلة أخرى أن له مشابهة مع هذا، فيتردد ذهن الفقيه، مش الفرع اللي بيتردد، ده ذهن المجتهد هو الذي يتردد في هذا الفرع من حيث الإلحاق، مش الفرع اللي بيتردد، ده ذهن الفقيه اللي بيتردد في أن يلحقه بهذا أو أن يلحقه بهذا. حلوة؟ أصل أنت حلو من جواك. طيب، يبقى الفرع متردد. طيب افرض بقى ما ترددش، هات بقى الفرع الذي نريد إثبات الحكم فيه بالقياس. هو الفرع ده في علة ولا ما فيهوش؟ لا، في علة، ما هو ما فيش قياس من غير علة. فهي بيقول لك العلة بقى، العلة مالها؟ قال: إن كانت العلة موجبة للحكم. يعني ايه موجبة للحكم؟ قال: يعني طالبة للحكم طلبا أكيدا. هي العلة بتطلب الحكم مجازا يا سيدي، وكأنها سبب لكون المجتهد يكون طالبا لإلحاق ذلك الفرع بهذا الأصل. يعني هي سبب في طلب المجتهد الحكم لها من الأصل، لأن هي ما بتجيبش،
ده هي سبب في الوجوب. وجوب يعني ايه؟ يعني الطلب. طلب الايه؟ طلب الحكم لكي يلحق ذلك الفرع او لكي يكون موجودا في ذلك الفرع. فبيقول لك موجبة للحكم فقياس العلة، وكل ده هيأتي هو ويتكلم على تعريفه، بس هو بيمهد لكون إمام الحرمين حصر أنواع القياس في هذه الثلاثة. وإلا يعني وإن لم تكن العلة موجبة للحكم إيجابا يعني أكيدا فقياس الدلالة. فالقياس الذي لا تكون فيه العلة موجبة يسمى قياس دلالة أو دلالة أو دلالة. وقد أشار الشافعي رضي الله عنه إلى هذا التقسيم. إيه ده؟ يعني التقسيم ده تقسيم قديم؟ تقسيم قديم. والشافعي تكلم عنه قال لا أشار. ده ما صرحش، لكن الشافعي كلامه يلمح ويفهم ان القياس ثلاثة اشياء. طب ده معناه ايه؟ معناه ان علماءنا لما قرأوا الائمة المجتهدين قرأوهم قراءة دقيقة، نظروا في نصوص كلامهم، في مفاهيم كلامهم، في مقتضيات كلامهم، في لوازم كلامهم، يبقى لي ناس خدمت. فبعد كده اروح انا اخذ من غير أصحاب المدارس التي عاشت العلم ومارسته فانتقد المعاني التي بين الألفاظ؟ دول المدارس. طب واللي طالعين دول يلا نجتهد وانت حلو وانا حلو؟ لا، خليك مع نفسك، لن أثق إلا في من مارس وعاش وكلامه عرض عرضا طويلا على مدارس فكرت ونقحت وأقرت أو اعترضت. يبقى ده كلام يا مولانا إيه؟ مدروس دراسة عميقة، مش كلام كده طلع طق حنك في مجلس كانوا شاربين في مية ساقعة وحصل اللي حصل ده. لا، ولذلك اقتنع بأهمتك يا ابني ومحدش يفتنك عنه، لأنهم أصحاب علم وأصحاب فكر وأصحاب ممارسة ونقحوا هذه العلوم وكان لديهم رصيد من تقوى الله كبير وكان لديهم ورع ولم يطلبوا عرضا من الدنيا زائل بهذا العلم. فإحنا حري بنا، حري بنا يعني جدير بنا، يعني حري بنا أن نقتفي أثرهم وأن نسير على منهاجهم. ليه؟ عشان الخدمة الطويلة ديت. طيب ماشي كويس. ده بيقول لك وأشار الشافعي. طب ده انت عميق بقى في فهم كلام الشافعي، ده انت تتبعت، ده انت عشت كتير مع كلام الإمام. طيب بارك الله فيك. فقياس العلة والفاء دي يقولوا عليها فاء الايه؟ فاء الفصيحة. يعني إذا أردت أن تعرف ما هو تعريف كل واحد من تعريف كل واحد من الأنواع السابقة فأقول لك قياس العلة كذا وكذا، وقياس الدلالة كذا وكذا، وقياس الشبه كذا وكذا. ده قياس الشبه ده لوحده في 9 مسالك لتعريف، وكل واحدة مصيبة في لوحدها. ده مشكلة، ده من أحد المشاكل الكبرى. طب كل ده يقول لك إيه؟ اتقنه عشان تبقى تفهم الفقه كيف أنبت وكيف استنبط. ما ينفعش مش تقول لي والله أين الدليل على هذا؟ طب ده أنت مش فاهم حاجة في القياس، هنعمل لك إيه؟ طيب على كل حال يلا. فقياس العلة ما، وما ديت واقع على قياس يعني قياس، كانت العلة فيه، فيه الضمير عائد على إيه؟ على ما التي بمعنى قياس،
موجبة، موجبة يعني يا مشايخ يعني مقتضية، يعني طالبة طلبا تاما لإثبات الحكم في الفرع مثل ثبوته في الأصل. وكأن العلة إنسان وكائن حي، تقول للمجتهد انتبه إنه إني أريد الحكم الذي في الأصل أن يكون في الفرع كذلك مقتضية للحكم. يعني إيه بقى معنى مقتضية مولانا للحكم؟ موجبة يعني مقتضية، يعني طالبة طلبا تاما بحيث شفت بقى دي اسمها حيثية إيه؟ حيثية تفسير لما مضى، بيفسر اللي فات. يعني ايه موجبة للحكم؟ قال له بمعنى انه لا يحسن تخلف الحكم عن المحل مع وجود العلة فيه، ده معنى كونها طالبة للحكم. يبقى الحيثية هنا ايه؟ ده حيثية تفسيرية بيفسر لك اللي فات، لأن اللي فات له معاني متعددة فأراد أن يفسرها. ودي اللي بيقولوا عليها حيثية التقييد، خد بالك، لأن الحيثيات ثلاثة: حيثية إطلاق، حيثية تقييد، حيثية تعليل. أنا حفظتكم الكلام ده يعني ما لم نقصر معكم الحمد لله. بحيث لا يحسن عقلا، يعني في العقل أي في نظره، تخلفه يعني تخلف الحكم عنها، عن العلة الموجودة في الفرع. واضح؟ قال له لو العقل بيقول كده، لو تخلف الحكم مع وجود العلة، العقل يعني يقول هذا غير مستحسن. بس ده ما بيحصلش الحمد لله. ده بقول لك لو افترضنا، لو افترض ان العلة موجودة وتخلف الحكم، اي حكم مثل حكم الاصل، تخلف عن الفرع الذي اشتمل على مثل هذه العلة، لحكم العقل بان ذلك مستقبح. مش معنى الوجوب هنا اللي هو الوجوب العقلي، اللي هو معناه اللزوم الذي لا يتصور عدمه، لأن العلل الشرعية ليست مؤثرات وإنما هي معرفات. يعني إيه معرفات يا مولانا؟ يعني علامة على وجود الحكم، علام يعني بالظبط كده، زي ما انت فتح الباب ده، فتحك للباب ده دليل على ان في جوه ناس، علامة اهو. لكن مش بالضرورة ان الباب مفتوح يبقى بالضرورة لابد يكون في حد جوه، لان ممكن يكون الباب مفتوح والناس كلها مشت وحد نسي الباب مفتوح. شفت بقى مثال سهل ازاي؟ اهو. يبقى دي ايه؟ اسمها علامة وليست واجبة وجوبا عقليا، لأن الوجوب العقلي لا يتصور فيه التخلف. طب الوجوب العقلي ده معناه ايه؟ معناه ان العلة موجودة حتما لا يتخلف الحكم. بس ده ليس من شأن العلة العقلية الشرعية، لأن العلة الشرعية معرفات على الحكم الشرعي وليست مؤثرات، لا بنفسها ولا بجعل الله سبحانه وتعالى، لأن فيها ثلاث مذاهب، خد بالك. وفي آخر الكلام على القياس سنتكلم عن العلة، لكن العلة الراجح فيها أنها معرفة. يعني إيه؟ يعني علامة، زي بالظبط كده الإنسان حيوان ناطق، ده معرف للإنسان، التعريف ده معرف لحقيقة الإنسان. قال: بحيث لا يحسن عقلا تخلفه
أي تخلف الحكم عن العلة بأن يوجد في الفرع إلا توجد العلة في الفرع ولا يثبت مثل الحكم الموجود في الأصل في الفرع. فليس المراد الإجاب العقلي، لأن الإجاب العقلي اللي هو إيه؟ الذي لا يتصور عدمه، ده الإجاب العقلي، يعني موجود العلة حتما وعقلا لا بد من وجود الحكم، بس هذا ليس من شأن العلل الشرعية أن تكون واجبة موجبة للحكم بحيث من الضرورة أن يوجد الحكم في الفرع بحيث يستحيل التخلف. أهو وده ينافيه عمل المجتهدين، لأن ما كان موجود العلة في الفرع ولم يثبت الحكم لاستثناء، لكن لو كونها يعني موجبة إجابا عقليا لما تخلف مطلقا إذا وجد استثناء أو لم يوجد استثناء. فليس المراد بالإجاب الإجابة فليس المراد بالإجاب بقوله موجبة الإجابة العقلية، يعني المنسوب إلى العقل، لأن عندي إجاب شرعي وعندي إجاب عقلي. بحيث أهو برضك تفسيره يستحيل التخلف، لأن هذا اللي هو الإجابة العقلي لا يوجد في العلل الشرعية، لأن يا أخوانا العلل الشرعية معرفات وأمارات وعلامات على الحكم الشرعي وليست موجبات، فإنها ليست موجبة بنفسها وأيضا ليست موجبة بغيرها مطلقا، على مذهب من قال إنها مؤثرة بتأثير الله، وده تقريبا ملء له أبو حامد الغزالي، لكن لم يوافق عليه بقية الأصوليين. وإنما هي أمارة على الحكم، يعني علامة، بالضبط زي كده وجود الإسكار علامة على وجود الحكم، يعني أنا عندي دلوقتي عصير وهذا العصير عصير عنب وقذف بالزبد، يبقى خلاص يبقى بقى هي مولانا علامة، هذا الإسكار علامة على وجود حكم الله سبحانه وتعالى، زال الإسكار زال هذا الحكم وخلفه حكم آخر. طيب مثال ذلك، يلا بقى نضرب مثال. مثال ذلك اللي هو قياس الايه، قياس العلة، وشوف بقى الترتيب الرائع جدا ان هو ذكر قياس العلة صح كده وقياس الدلالة وقياس الشبه، ثم بعد ذلك ذكر تعريف قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه بما يسمى باللف والنشر المرتب. فاهمين يا مشايخ؟ حلوة، ده انتوا ايه ده؟ ده انتوا حلوين. قال فقياس مثل ذلك او مثال ذلك، بل مثال ذلك قياس الضرب. ضرب ايه؟ الالف واللام عوض عن مضاف اليه، ضرب الوالدين. يعني شوف الحرف يا اخوانا جوه كلام الناس دي ليه معنى. قراءة مش بالكم يا مولانا، قراءة دي هنا صناعة وتدريب وإيد شغالة، واخد بالك؟ يعني معلش بقى، يعني الواحد يعني يقول اللي ليه واللي عليه لأن أحيانا في ناس ما بتقتنعش إلا ما تشوف بعينيها. طب ما مشايخكم قالوا لكم وكانوا بيلمحوا، انت فاهم حاجة؟ بالمعنى في بطن الشاعر. طيب قياس الضرب، ضرب الوالدين، ضرب الوالدين ده مصدر وأضيف بقى في الحقيقة الإيه؟ للمفعول، يعني ضرب الولد الولد الوالدين. ما أنت عايز القراءة دي، نديك بقى من القراءة دي. ضرب على التأفيف أيضا، تأفيف مين؟ تأفيف الولد
للوالدين في التحريم، يبقى ده الحكم. القياس قياس الضرب على التأفيف في التحريم، ده المشترك بينهما في الحكم بعلة الإيذاء. يقول لك علة إضافة الإيذاء للعلة من إضافة بيانية، علة هي الإيذاء، أو من إضافة الأعم للأخص، لأن العلة أعم والإيذاء أخص، لأن العلة قد تصدق مع الإيذاء ومع غيره، واخد بالك؟ طيب يبقى هنا بيقول إيه؟ ده لو مشينا على إن فلا تقل لهما أف، إن استفادة ضرب الوالدين حصلت بطريق القياس، وسيأتي فيه يعني مجال وخلاف في هذه المسألة، بس خلينا نمشي الأول ونفسر كلام سيدنا الإمام الرملي. دول بقى أئمة، يعني أئمة. قال: كقياس الضرب على التأفيف، يعني قاس علماؤنا ضرب الوالدين على التأفيف لهما بجامع الإيذاء في كل منهما. قال ربنا سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طب ده الأف ده كلمة يعني أن يقول لوالده أو والدته أف. شوفوا صعبة ازاي على الميكروفون، صعبة وجديدة على الميكروفون، أن يقول له أوف. أوف دي كلمة تضجر، وكان هذه الكلمة من شأنها أن تؤذي الوالدين، لأن القضية بس أنتوا، عشان لو عندكم أولاد هتحسوا بالقضية دي. مش بعد ما تربي وتسهر وتكد وتتعب، فإذا طلبت من ولدك شيئا يعني تأثف ومل منك، بتبقى مؤذية للوالدين. عارف العيل الصغير كده، لو انت قلت روح هات شويه ميه وما جابلكش تزعل، يحصل ولا ما بيحصلش؟ شوف انا بعمل ايه وهو بيعمل ايه. والله دي حاجه غريبه، الواحد ينظر الى حال الاب مع الابن والى حال الله معنا. انت مش قادر تصبر على عصيان ابنك ليك، مع أن الله سبحانه وتعالى حليم وصبر على عصيان عبادي. شفت زعلان إنه عصاك؟ طب ارجع لنفسك، أنت مش زعلان بقى إن بينك وبين ربنا إنك عصيته فتحلم عليك، بس أنت ما بتسكتش مع إنه ابنك وحتة منك، وتقول له بقى فاصل من الدروس العلمية اللي أنت تعلمتها واللي أنت حفظتها في الجامعة، وتجيب له بقى كل الآيات اللي وردت في عقوق الوالدين والأحاديث اللي واردة في البر وفي العقوق، وزعلان على نفسك. شفت انت بقى صدرك ضيق ازاي؟ ما انت مش حليم، ما انت ما عندكش صبر. طب وربنا سبحانه وتعالى؟ لا، ده حليم على عباده، كم يجاهرونه بالمعصية وكم يبارزونه بالعصيان وهو يتلطف عليهم ويتحنن إليه، يعصيه المرء من هنا ويعطيه رزقه من هنا، المعصية طلعة والرزق نازل، ولا تحجب المعصية رزق الله سبحانه وتعالى، ولا تحجب المعصية رزق الله، ولا تحجب المعصية رزق الله سبحانه وتعالى الذي ينزل على العباد. حتى بس يعني ايه كده تربوية صغنطوطة. فيبقى احنا عملنا ايه؟ قسنا ضرب الوالدين. طب ده ضربهم، ده الإيذاء الذي اشتمل عليه الضرب إيذاء شديد، ده مش من شأنه بقى. ما هو انت ممكن مثلا في التأفيف يعني خلاص عيل اهبل ما تزعلش منها، لكن شوف الضرب لا، ما فيهوش مشكلة. ده أنا عندي رجل جاء، والرجل ده كان شديد الحزن إن بنته يعني إيه صفعته على وجهه. أنت شفت حاجة؟ ما شفتش حاجة يا مولانا. رأينا هذا، ورأينا أن الله يعاجل هؤلاء بالعقوبة في الدنيا قبل أن يموتوا.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن الجميع، اللهم أمين. يبقى بعلة هي اللي هي مشايخ هي الإذاء، يعني مثلا يوجد ضرب الوالدين ولا يوجد حكم التحريم، لا بعيدة، لا 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 بعيدة جدا، فلا يحسن في لا يحسن عقلا يعني في نظر العقل وفي تفكيره تخلف التحريم اللي هو الحكم الذي ثبت في الفرع عن أن يثبت في الذي ثبت في الأصل، ما هو الحكم ده ثبت في الأصل، فإذا تخلف في الفرع كان ذلك قبيحا في نظر العقل. إزاي يعني؟ شوف أنت هتقول إيه، أتتعجب كيف يثبت الضرب ويتخلف عنه التحريم، ده أنا عندي هناك تأفيف ووجد فيه إذاء بسيط ووجد التحريم، فكيف هنا يوجد الضرب وهو مشتمل على إذاء شديد ولا يوجد التحريم؟ تحتار، توصل لقي نفسك يعني إيه مش مرتاح. فهمنا يا أخوانا؟ يبقى ده اسمه قياس إيه؟ قياس علة، لأن العلة اللي هو الإذاء الشديد طالبا للحكم اللي هو التحريم طلبا أكيدا، بحيث لو تصورنا أن هناك إذاء ولم يوجد هناك تحريم يكون ذلك مستبعد في نظر العقل، بعيد. شوف هتعمل ايه في الاخر، هو ازاي كيف يكون ان الضرب يشتمل على الإذاء الشديد ولا يتخل ولا ياتي معه تحريم ويتخلف التحريم عنه، مع ان التحريم وجد في الدرجه الخفيفه ولا يوجد في الدرجه الشديده من الإذاء؟ طيب يبقى هو ده المعنى الكلام، يبقى هو ده بقى الذي تستغربه وتستعجبه يسمى قياس علة، وده أقوى أنواع القياس. احنا بنضبط ليه الكلام ده؟ عشان نضع الأشياء في محلها، ولما يأتيني قياس تعارض مع قياس آخر هرجح، والقياس العلة مقدم على قياس الدلالة، وقياس الدلالة مقدم على قياس الشبه. يا سلام، ايه ده مناهج يا ابني، والله الناس علماءنا يعني ظلوا سنوات وقرون يضبطون لنا هذه العلوم. وما ذكره المصنف من ان هذا من انواع القياس اللي هو قياس العلة، اللي هو القياس الأولوي. خلي بالك هو ما بيتكلمش على مسألة فردية اللي هي التأفيف، ده هو بيتكلم على قياس العلة، لأن قياس العلة بالصورة دي هيبقى قياس أولوي. طب هل القياس الأولوي بقى ده قياس ولا هو يعني من ضمن الدلالات اللفظية، ولا هو من ضمن دلالات المفاهيم؟ يعني هل هو دلالته منطوق ولا مفهوم؟ طب لو منطوق هيبقى مجازي ولا بالنقل؟ هنتكلم على كل ده، لأن هو ما بيتكلمش هنا على ولا تقل لهما أف، ده بيتكلم على القياس الأولوي. بيقول لا، المصنف جعله قياسا، وما ذكره المصنف من أن هذا اللي هو إيه، هذا اللي هو القياس التي تكون فيه العلة موجبة للحكم، من أقسام القياس هو ما قاله إمامنا الشافعي. يا سلام، شايف؟ بص بقى اللي عمله لك، إمامنا الشافعي والإمام الرازي في فرق، وأضاف إمامنا الشافعي لأن احنا مقلدينه، وذكر الإمام الرازي كده بغير إضافة له لأن احنا ما بنقلدوش كتقليدنا للإمام الشافعي،
الإمام الرائي الشافعي ده لا ده ده صاحب مذهب، صاحب مدرسة، وله أتباع، وله يعني ده الشافعي يا مولانا. والإمام الرازي، شفت فصل ما بين الاثنين، ما قالش مثلا هو ما قاله الإمام الشافعي والرازي، ده انت تبقى للأدب لو عملت كده، بس هو ما عملش كده. أن تسوي بين الشافعي وبين الإمام وبين الرازي، لا 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 لا، ارجع لنفسك، ده الإمام الشافعي ده متبع، ده مدرسة. وغيرهما من أصحاب المدارس والعلماء. وقيل، انتبه بقى عشان انت داخل على قياس الشبه، يعني ايه؟ يعني حضرتك تخلي بالك، لا احنا هنصور وانت ولا على بالك. قال وقيل ان الدلالة عليه لفظي، ان الدلالة على القياس الأولوي دلالة لفظية، يعني منطوق، يعني ساعتها بنقول ايه؟ بنقول لا ده مش قياس يا مولانا. امال ايه؟ بنقول لا ده من قبيل الدلالات اللفظية، قائم مقام الدلالات اللفظية، لا مدخل للقياس فيها، يعني لا مدخل للقياس في هذه الدلالة. طيب، لفهمه من غير اعتبار قياس، أصل أنت لما تقول قياس يبقى محتاج لأركان القياس الأربعة، اللي هي فرع والأصل، حكم الفرع، حكم الأصل، والعلة، واللي هو اللي احنا عارفين الأربعة المتفق عليه. لكن ده مش محتاج لكده، ده انت من أول ما تسمع ولا تقل لهما أف، مش محتاج لقياس، على طول تجزم بقلبك بحرمة الإيذاء للوالدين ضربا أو شتما أو إلى آخره. لا انت بقى محتاج لقياس، ولا محتاج تقول فين الأصل، فين الفرع، فين العلة، وبعد كده بتتكلم على الحكم، وتمسك الأصل وتشوف شروطه، وتمسك الفرع وتشوف شروطه، وتمسك العلة وتشوف شروطها، وتطبق الصناعة القياسية وتجري عليه أحكام القياس. ده مش محتاج، لأن حضرتك أول ما تسمع ولا تقل لا، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، هتفهم إيه سعادتك؟ أفهم تحريم كل نوع من أنواع الإيذاء. أنت فهمتها منين؟ فهمتها من خلال قوله تعالى فلا تقل لهما أف، يبقى دي اسمها دلالة إيه؟ دلالة لفظية في مقابلة الدلالة القياسية. خلي بالك إن لفظية هنا في مقابلة القياسية، يعني فهمناها من خلال اللفظ. طيب، يا ترى مفهومة من خلال كلمة أف، ولا من خلال الآيات التي وردت في هذا السياق في هذا المكان؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله، ده الآيات كلها في الأمر بإحسان الوالدين، في الأمر بأن لا تقل لهما أف، في الأمر بأن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة، في الأمر في أن تعاملهما معاملة كريمة. شفت بقى سياق سباق، كل ده يعطيك يا مشايخ. أما تقرأ هذه الآيات بهذه الطريقة وهذا الترتيب،
ما الذي تفهمه منها؟ تفهم منها تحريم كل أنواع الإساءة. ده بيقول لك وبالوالدين إحسانا، أمن الإحسان أن يؤذى إذاء شديدا؟ لا. أمن المعاملة الكريمة أن تعاملهما بغلظة؟ لا. ولا تنهرهما. يعني الضرب كمان داخل في مثل هذا. لكن فين بقى القياس؟ لا، ما فيش قياس. فالإمام الغزالي فقال الغزالي والأمدي فهمت من السياق والقرائن، يعني فهمت من السياق والسباق، السياق لقبل، لأن هنا المراد به السياق جملة ما سبق وما يأتي، والقرائن بقى يعني الصفات اللازمة مع هذه الآيات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالد. ده شفت بقى، ده قارن عبادته بالبر للوالدين. يبقى مقتضاها إيه؟ مقتضاها حسن التعامل، وكأنه يقول لك كما أنا متفضل عليك بالخلق فوجب التوحيد لي، أبوك وأمك متفضلان عليك بالوجود فوجب عليك أن تحسن المعاملة إليهما، وهكذا وانت ماشي بقى. لكن هي مش مستفادة من قوله أف، لأن أف موضوعة لكلمة التذكر. فالإمام أبو حامد أبو حامد الغزالي والآمدي بيقول إنها فهمت من السياق والسباق، يعني من الآيات. اقرأ الآيات من أولها لآخرها مع سياقها مع سباقها مع القرائن المحيطة بها، هتجد أنها تمنع كل نوع من أنواع الإذاء، لا من مجرد اللفظ. لفظ إيه؟ لفظ أف. لا من اللفظ، بل فهمت بواسطة اللفظ كما يعبر بعضهم عن ذلك. وهي مجازية من إطلاق الأخص على الأعم. الأخص يا أولاد التأفيف، والأعم كل نوع من أنواع الإيذاء. فكأنه عبر بالأخص وأراد الأعم، والدليل على ذلك السياق والسباق والقرائن. إلا عرفني أنه هو أراد تحريم كل نوع من أنواع الإيذاء، قال له السياق والسباق والقرائن هي التي عينت هذا. قال وهي مجازية، يعني وهي دلالة مجازية من إطلاق الأخص اللي هو يا أولاد التأفيف، وإرادة الأعم اللي هو كل نوع من أنواع الإيذاء. وقيل، قيل ده رأي آخر، وهذا مقابل لقول الغزالي والآمدي أنها فهمت من السياق والقرائن. نقل اللفظ، قال له اللفظ نقل اللي هو إيه؟ انتبه بقى الله يكرمك، عشان هنا بقى الفيصل. وقيل نقل اللفظ، اللي هو لفظ يا مشايخ، الألف واللام عوض عن مضاف إليه، لفظ التأفيف. خليك معايا كده عشان أنا بحب أقرأ كده إيه، قراءة لفظية. نقل اللفظ أي لفظ التأفيف للدلالة على الأعم. طب ما هي زي اللي فاتت يا أولاد، ما هو كان أولا أخص ثم بعد ذلك دل على الأعم في العرف، يبقى ده إيه؟ يبقى ده نقل منقول ومنقول إليه. ما هو أنت عندك دلوقتي النقل ده عبارة عن إيه؟ عندي منقول، منقول عنه ومنقول إليه. منقول عنه اللي هو معنى التأفيف، منقول إليه اللي هو
كل نوع من أنواع الإيذاء، لكنه قد اشتهر في كل نوع من أنواع الإيذاء، ولذلك صار منقولا. وقيل نقل اللفظ، لفظ إيه؟ لفظ التأفيف، نقل من التضجر إلى الدلالة على كل نوع من أنواع الإيذاء. واشتهر في ذلك الثاني اشتهارا عرفيا، فصار ده من قبيل إيه؟ من قبيل النقل، لأن الفرق ما بين الحقيقة والمجاز وما بين النقل إن اللفظ في النقل يكون مشهور في المعنى الثاني عرفا، اللي هو المنقول إليه، اللي هو كل نوع من أنواع الإيذاء. أول ما تسمع كده فلا تقل لهما أوف، على طول ذهنك هينصرف إلى تحريم كل نوع من أنواع الإيذاء. يبقى ده اسمه يا مشايخ، يبقى ده نقل. اللي قبله، ما هو اللي قبله برضك استعمال الأخص في الأعم، قال له بس ما فيش اشتهار. وذهب كثير من العلماء ومنهم الحنفية إلى أنه مفهوم لا منطوق، قال لا ولا قياس، يعني هو لا منطوق ولا قياس، بل هو دال على تحريم كل نوع من أنواع الإيذاء بالمفهوم. طيب، أي أن أهل العرف يفهمون من قول القائل لا تقتل أو لا تقل لفلان أف، النهي عن كل ما يؤذيه. لما يقول له اوعى، ما تقولش اوعى تقول لخيري أف، مفهوم منها ايه؟ انك انت ما تضربوش، انك انت ما تشتموش، واخد بالك؟ طب لو انا عملت حاجة من دول، لا تقل لخير أف، وحضرتك جيت وتطاولت عليه باللفظ، ألومك على هذا ليه؟ لأن أنا وانت فهمنا من العبارة انك انت لا تتعرض له بأي نوع من أنواع الإيذاء، ولذلك يلومونه إذا ضربه أو شتمه. وهذا الفهم الذي نفهمه من اللفظ يشعر بأن اللفظ متناول لكل نوع من أنواع الإيذاء من شتم وضرب وإلى آخره. طيب، وقياس الدلالة ده نوع آخر من الأنواع، قياس الدلالة اللي هو بتكون فيه العلة غير موجبة، يعني ممكن يتصور بلا أدنى اعتراض من العقل أن يتخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة، وهذا حصل، وسأتي الكلام على ذلك في محله اللي احنا بنتكلم فيه. قال قياس الدلالة هو الاستدلال، والاستدلال هنا بمعنى الدليل وليس معناه طلب الدليل، الاستدلال هو الدليل بأحد النظيرين على النظير الآخر، وليس معناه طلب الدليل كاستقر، ليس معناه طلب القرار، وإنما معناه حصل له القرار. استحجر الطين، يعني صار الطين حجرا، ولم يقصد أن الطين طلب أن يكون حجارة لأنه تحول، فكيف يطلب؟ طيب، وهو إيش بقى تعريفه؟ ده تعريفه في المد. طيب، قال وهو أن تكون العلة فيه، أي في هذا القياس، دالة على الحكم، على الحكم في الفرع، دالة على الحكم في الفرع، لأن العلة
موجودة في الأصل، لكن الذي دل على الحكم في الأصل هو إيه؟ النص الذي ثبت به الأصل. وأما الذي دل على الحكم في الفرع هي العلة التي حصل بسببها التعدية. فهمت الكلام ده؟ ما فيش حد يقوله لك، لأن أنت كنت خريج إيه؟ خريج دراسات إسلامية؟ إيه دعوة؟ على الله على بصير. طيب يا سيدي، دعوة ما بيدرس لكم أصلا أصول الفقه ولا كلام من ده، دعوة حسنة إن شاء الله. قال: وهو أن تكون العلة فيه دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. يعني إيه؟ لا تكون العلة طالبة للحكم طلبا تاما، بحيث إنه لو تخلف الحكم عن الفرع مع وجود العلة فيه لا يكون ذلك مستقبحا في نظر العقل. وحاصل بين الفقهاء، أتجد سبحان الله أقيسة متعددة، ده يلحق الفرع بهذا الأصل وده يلحق الفرع بهذا الأصل مع وجود العلة. ده حاجة رائعة قوي. طيب يا مشايخ، على كل حال، أي لا تكون مقتضية له حتما، أي لا تكون العلة مقتضية يعني طالبة له، أي للحكم لزوما، أي حتما، حتما يعني لزوما، بأن تكون مستنبطة، يعني بأن تكون العلة مثلا مستنبطة. والعلة المستنبطة سيأتي أننا نتكلم عن تعريفها. يجوز أن يثبت الحكم بها في الفرع، وهو الظاهر علة مستنبطة. يعني إيه؟ يعني نظرنا في المحل بأدوات يعني استخراج العلة فوجدنا العلة موجودة في ذلك المحل، فيجوز ويصح أن نثبت الحكم بهذه العلة المستنبطة، لأن عندي ظن بأنها علة. ونحن في الأحكام الفقهية إنما نبنيها على الظن. ويجوز ألا يثبت بها الحكم، مكتبة موجودة والحكم لا يثبت به. مثاله، انتبه، فهذا مثال يبين لك الشيء. مثاله: الزكاة في مال الصبي. مالها؟ عندنا معاشر الشافعية، الزكاة في مال الصبي واجبة. طيب ليه بقى؟ قال: لأنه واجبة يعني قياسا على وجوبها في مال البالغ. طب العلة؟ قال: لأن العلة إنه بندفع حاجة المستحق، مال نام يدفع حاجة المستحق، فالعلة موجودة في الفرع وهو مال الصبي، وموجودة في الأصل وهو مال البالغ. مال البالغ من شأنه أنه يكون ناميا ويدفع حاجة المستحق، ومال البالغ كذلك مال نام يدفع حاجة المستحق. فقسنا مال الصبي على مال البالغ بجامع دفع حاجة المستحق. المستحق دي أعم من الفقير والمسكين. قال: طيب وممكن ان احنا نقول لا مش واجبة زكاة، او الزكاة في مالي الصبي ليست بواجبة. ليه يا مولانا؟ ما هو مال نامي. قال له: مال نامي، ما قلتلكش مش مال نامي، ولكن انا هقول لك انه كما ان الصبي لا تجب او لا يجب عليه الحج، فكذلك لا تجب عليه الزكاة بجامع أن كل منهما عباد، وأن الولد الصغير نيته في الحج ضعيف لأنه ما عندوش إدراك تام بحقائق الأشياء، وكذلك في الزكاة، مع أن ده
مال نام يدفع حاجة الفقير. فأبو حنيفة بيقول آه مال نام بيدفع حاجة الفقير، ولكن ربنا ما أوجبش عليه الحج، فأنا سألحق الزكاة أو بي بلاش الزكاة بقى لأن كده هتبقى فيها مشكلة، أنا ألحق هذا الفرع وهو ذلك المال النامي وهو مال الصبي وأقول لا تجب فيه الزكاة قياسا على عدم وجوب الحج على الفقير. خلي بالك ما هو الحج على الصبي، وخلي بالك برضك ما هو الحج ده عبادة والزكاة عبادة. الحج عبادة فيه شطر من العبادة المالية، وأيضا الزكاة ده هي عبادة مالية محض عبادة مالية. طب نقرأ بقى القصة بتاعتنا دي. مثاله: الزكاة واجبة في مال الصبي. شوف الكلام الجميل ما بيقولكش واجبة على الصبي، في فرق ما بين وجبت فيه ووجبت على، لأن الصبي ليس أهلا للوجوب حتى تقول وجبت على الصبي. ولو عبرت قلت وجبت على الصبي آه ممكن بمعنى إني هيتحملها عنه الولي، لكن لا، شوف العبارة الدقيقة، في مال الصبي هي واجبة في ماله وليست واجبة عليه، بمعنى أنه الذي يطالب بإخراجها هو الولي ولي المال. طيب يا مشايخ، بعد كده قال قياسا يعني بيلحق على وجوبها في مال البالغ بجامع يعني بسبب أمر يجمع بينهم وهو دفع حاجة المستحق. قلنا المستحق اللي هو مستحق الايه؟ مستحق الزكاة من الأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة في الآية رقم 59 بجزء، أو يقول لك أو بجزء يبقى دفعنا حاجة المستحق، يعني مستحق الزكاة من الأصناف التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى بجزء. طب الباقي هنا متعلقة بإيه؟ دفع بجزء، يعني دفعت الحاجة بجزء، يعني اندفعت الحاجة اندفاعا حاصلا بجزء من المال اللي هي النسبة، اللي هو ما احنا عندنا الزكاة عبارة عن مال مستخرج بقدر معين، يعني قدر معين، ممكن 2.5%، ممكن العشر، ممكن الخمس، على اختلاف في أنواع الزكاة. ولذلك شوف بجزء تشمل كل الأنواع. لو كان عنده مثلا أرض زراعية سواء كانت يعني تسقى بتكلفة أو بمؤنة أو لا تسقى بمؤنة، يبقى العشر ونصف العشر. عنده دراهم ودنانير 2.5% برضك يصدق عليها الجزء. عنده مثلا ركاز، في الركاز الخمس ده طلع عن الخمس. عنده معدن برضك جزء. الله، ايه ده؟ ده عبارة الجزء دي عبارة دقيقة جدا لأنها صادقة على كل هذه الأصناف وكل هذه الأنواع. بجزء من المال النامي، المال النامي يقصد به هنا ما من شأنه أن يكون ناميا، مش النامي بالفعل، وأنت ممكن تكون ركنه في المنزل شايله فيه، يعني الشكمجية عبارة عن حاجة كده بتتحط فيها المال، أو في الخزنة. طبعا انتوا ما تعرفوش خزنة بقى يعني، بس دلوقتي اصبروا ان شاء الله ستفتح عليكم الدنيا، تقلقش، والرنكت هيبقى لغاية الركب، يعني من كثرته يكون كثير حتى الانسان يغوص فيه كما يغوص فيه الماء، ولكن نتمنى الا تنسوا العلم حينئذ. ويجوز ان يلحق الصبي بالبالغ، يعني يجوز ان نقيس الصبي على البالغ في عدم وجوب الزكاة. طب ما انت قسته على البالغ في وجوب الزكاة، انا بقى هقيسه على البالغ في عدم وجوب الحج عليه. ويجوز ان يلحق الصبي بالبالغ في الوجوب، الا يلحق، لا لا لا، الا يلحق، الا يلحق الصبي بالبالغ في الوجوب. ليه؟ لان اقول له الزكاة غير واجبة عليه
قياسا على أن الحج غير واجب عليه بجمع أن كل منهما عبادة. حلو. بعدين بص وجدنا إيه؟ إن العلة موجودة وهي دفع حاجة المستحق بجزء من المال، ولكن تخلف الحكم عنها. ومع تخلفه عنها، وأبو حنيفة ده إمام ومن العقلاء الكبار، لم يستقبح العقل التخلف كالحج ولضعف نيته بخلاف البالغ. قال ولئن نيته ضعيفة، صابي نيته ضعيفة لأن إدراكه ليس إدراكا تاما. قال إن ربنا سبحانه وتعالى جعل البلوغ في كده حاجة كده سر لا يعلمه إلا هو، يفرق به سبحانه وتعالى بين حالتين ما قبل وما بعد. وقياس الشبه ده بقى يا مشايخ، يعني عايز منكم يعني ايه تطقطقوا ودانكم وتجمعوا قلوبكم لانه طويل، اللي هو ايه قياس الشبه. قال وقياس الشبه هو الفرع يعني المحل المتردد. قلنا ان الفرع نفسه غير متردد، ده الفقيه اصابه التردد بسبب الفرع بين اصلين، يعني الفقيه تردد في هذا الفرع من حيث الحاقه بين هذين الاصلين، نظر في هذا الاصل فوجد له به شبها، ونظر في هذا الاصل فوجد له به شبها، فيلحق أي فينبني على ذلك أن يلحق الفقيه ذلك الفرع المتردد بين أصلين، يلحقه بأكثرهما يعني بأكثر الأصلين له شبها، شبها يعني في الشبه، لأن كثرة الخصال المشابهة توجب الإلحاق، تتسبب في الإلحاق. وضرب لذلك مثالا قال كما في الرقيق إذا أتلف، عندك عبد جه واحد ضربه بالنار، يعني ضربه بالنار يعني قتل، فروحنا سألنا الفقيه قال انتظر يا ولدي لغاية ما أخش الخلوة حتى أجتهد في هذه المسألة، فهو بيطلع وجد إن العبد متردد في الضمان بين الإنسان الحر، قال ده هو زي الإنسان الحر. ليه؟ قال لأنه آدمي، ومن حيث هو آدمي معصوم يعني معصوم الدم ومعصوم المال ومعصوم العرض، يعني لا يجوز الاعتداء عليه، والاعتداء عليه كبيرة من الكبائر وذنب من الذنوب، من حيث إنه آدمي معصوم يبقى اشتبه مع الحر في أنه آدمي وفي أنه معصوم الدم والمال والعرض إلى آخره، واشترك مع البهيمة في أنه مال. طب ما هي مال وهو مال، يعني إيه؟ يعني يصح أن أنا أبيعه كما يصح أن أنا أبيع السيارة بتاعتي. البهيمة هنا يقصد بها السيارة، السيارة البي ام يعني. قال وبين البهيمة من حيث إنه مال، طب ما هو يباع كما أن السيارة تباع، ما هو يشترى كما أن السيارة بتشترى، ما هو بيوهب كما أن السيارة توهب، ما هو ممكن أوقف العبد كما أن السيارة توقف. يبقى هو مشابه للبهيمة يعني السيارة، أو نقول البهيمة هنا المراد بها أداة النقل، هو عبر بها لأنها أداة النقل من حيث إنه مال. فلو قلنا إنه هو مال يبقى من أتلفه عليه القيمة بالغة ما بلغت، هب إن قيمته 10 مليون رنجت، أنت ملزم بعشرة مليون رنجت، بيع بقى المؤسسة اللي انت بتديرها وهات لنا 10 مليون رنجت، ده قيمته كده. بس يا مولانا ديته زي ما انتوا بتقولوا في دار الافتاء 35 كيلو جرام فضة
و750 جرام، ولو كان متعمد هنضيف التلت تغليظه، يعني 48 كيلو. هقول له ده انا لو الحقته بالانسان الحر ساوجب الديه، ولو الحقته بالاشياء ساوجب القيمه بالغه ما بلغت، سواء كانت اكبر واكثر من الديه او اقل من الديه. قال وان زادت على الديه، واضح. يبقى شوف بقى عمل الفقيه، يبقى الفقيه ده بيعمل ايه؟ ده الفقيه ده يا اخوانا بيذوق الامرين حتى يصل الى الحكم. ففي الاخر اللي بيحصل بقى قال له فيلحق باكثرهما شبها. طب والاكثر شبها فين هنا؟ اكثر شبها من الماليه، وهو بالمال اكثر شبها في الشبه من الحر. ايه بقى الاوصاف التي يشترك فيها مع أداة النقل وهي السيارة؟ قال له أنه يباع، وهذا من شأن الأموال، ويوهب، وهذا من شأن الأموال، ويورث، وهذا من شأن الأموال. يعني لو السيد مات سيكون ذلك العبد ميراثا لورثة السيد، سيده يعني مالكه، مش أنا، أنا سيد ولست السيد. قال بدليل أنه يباع، أدي رقم واحد، امسك كده على صابعك، وأنه يوهب رقم اثنين، ويورث. مات السيد ورث ذلك العبد من لورثة السيد، ويوقف، يجوز ان انا اوقف ذلك العبد، اوقفه مثلا على الرواق الجاوي. يا اخي لو في صدقني كنت وقفت لك عبدين ونص كمان، او عبدين وما فيش اماء بقى خلاص، وانا مش داعش. قال وتضمن اجزاؤه. لو حد خدشه كده خشده، قطع صباعه، قطع مناخيره، خبطوا في كتفه فحصل له شيء، هذه الأشياء تضمن باعتبار قيمته. هذا كله مال يا أخوان، هو كله مال، يعني أقرب بالأموال، بما نقص من قيمته. يعني شوف، أنا المناخير قطعت، كم أنقصت القيمة؟ أنقصت ثلث القيمة. يبقى لما آجي أضمن من فعل هذا أضمنه ثلث قيمة العبد في السوق. أخش على النت أشوف كده أسعار العبيد عند داعش وحدت. والناس دي ناس غريبة، كانوا يخطفوا الناس ويعملوهم عبيد، متخلفين، ما هم الناس ما درستش. وقد اختلفت عباراتهم، الضمير عائد لمين؟ عائد للأصوليين. وقد اختلفت عبارات الأصوليين في تفسير قياس الشبه، ولذلك بعضهم أفرده بالتأليف، في رسائل علمية أفردت قياس الشبه بالتأليف، مع أنني أرى أن ذلك فيه مزايدة، لأنه يعني ليس بالكثرة الكاثرة التي نفرده بالتأليف، بس هو مما أفرد بالتأليف لكثرة الكلام فيه، ولأنه يؤثر معك تأثيرا إيجابيا واسعا في إدراك الفروع الفقهية. مهم جدا قياس الشبه، ولذلك إذا أردت أن تكون فقيها فلتضبط باب القياس، ولتمارسه على أرض الواقع، ولتشتغل به كثيرا شغلا نظريا وشغلا عمليا، لأنه مهم جدا في إذكاء المهارة، في تنمية الملكة، في العمل الفقهي، في طمأنينة القلب لما صنعه أئمتنا الأقدمون. قال فقال بعضهم، ده رقم واحد اهو، اضبط معانا بقى الايه الأرقام يا سيدنا، إنه وصف. أول حاجة قياس الشبه يا مشايخ وصف يشبه المناسبة من جهة، ويشبه الطردية من جهة.
المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى إن جعل هذه اللؤلؤة مع هذه اللؤلؤة في عقد واحد مما يلائم الطبع البشري. يبقى المناسب هو الملائم للطبع عادة، المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء. ده مناسب يعني مناسب يعني ملائم وموافق لأفعال العقلاء عادة. كما يقال هذه اللؤلؤة مناسبة لهذه اللؤلؤة، بمعنى أن جمعهما بحبل في سلك موافق لعادة العقلاء، لأنهم يضعون النظير بجوار النظير ويضمون الشبيه بالشبيه هكذا. يبقى هو وصف يشابه المناسب. طب مشابهة للمناسب بإيه؟ قال في إشعاره بالحكم، إشعاره يعني في دلالته، دلالة خفية على الحكم، لكنه ليس مثل المناسب، لأن المناسب لا، ده المناسب ما بيشعرش بالحكم، ده المناسب بيدل على الحكم كأنه صريح وقوي في الدلالة على الحكم. وأما ذلك الشبهي إنما يناسب أو يشابه المناسب في أنه يشعر بالحكم، لكن المناسب ما بيشعر إشعارا قويا شديدا. عارف المناسب عامل زي إيه؟ زي الضرب بالنسبة للتأفيف. طيب، ولذلك قال لكنه دونه، يعني ليس في قوته في ارتباطه بالحكم. ويشبه من جهة أخرى الطردي، وهو مقارنة الحكم للوصف. الطرد ده عبارة عن إيه؟ أن الحكم يقارن الوصف، وجد الوصف وجد الحكم، من عدم الوصف انعدم الحكم، بمعنى أنه يوجد مع الوجود وينعدم مع العدم. في كونه لا يقتضي الحكم بمناسبة، يعني ما فيش مناسبة، يعني مناسبة قوية، كما إن الطرد ليست هناك مناسبة، لكن إحنا وجدنا الحكم مع الوصف، وكذلك وجدنا هنا الحكم، لكن وجود الحكم هنا ليس لكون ذلك الوصف يعني موجبا له. قال ويشبه الطردية في كونه لا يقتضي الحكم، لا يقتضي الحكم يعني لا يطلبه طلبا يكون تخلفه عنه لا يوافق العقل عليه، لا يوافق العقل عليه، لا يقتضي الحكم بمناسبة بينهما، بسبب مناسبة بينهما، يعني لا يقتضيه بنفسه. هو بيدل على الحكم، الوصف ده يدل على الحكم، ولكن دلالة ضعيفة، لأن الإشعار هي الدلالة الضعيفة أو ليست الدلالة القوية. لكن المناسب لا، ده المناسب يدل على الحكم دلالة قوية، بس هو مثل الطردي. ليه؟ لأن كما إن الطردي لا يوجب الحكم، فكذلك ذلك الوصف لا يوجب الحكم، بمعنى أننا لو تصورنا تخلف الحكم عن الفرع لما كان في ذلك التخلف يعني استقباح عقلي كما نقول. فهو اللي هو ذلك الوصف الشبهي بين المناسب والطردي، فهنا يا إخواننا إيه اللي حصل؟ أنه تردد أيضا. شوف معنى التردد فيه، أنه تردد بين المناسب وبين الطردي، فتارة يشبه المناسب وتارة يشبه الطردي. رقم 2، يا لطيف.
أنه منزلة بين المنزلتين، منزلة ما بين المنزلتين، يعني كأنه هو قريب من التعريف السابق، أي بين منزلة الطردي ومنزلة المناسب، وهو بمعنى التعريف السابق. ولذلك قال الشارح: فهو بين المناسب والطردي، يعني هو منزلة بين الطردي وبين يعني المناسب، لأنه متردد أيضا بينهما. يبقى الخلاف في العبارة، بعضهم قال منزلة بين المنزلة، إيه منزلتي ومنزلتي، يعني بين منزلتي الطردي وبين منزلة المناسب. يبقى ده خلاف في إيه؟ خلاف في التعبير. التعبير السابق تعبير كامل ومعبر عن معناه، وهذا التعبير تعبير ضيق. ثلاثة، وبعضهم أن الوصف، يعني بعضهم قال أن الوصف المقارنة، المقارن يعني المصاحب للحكم مطلقا بأن وجد معه، يبقى المقارن يعني يا مشايخ يعني وصف مصاحب للحكم يوجد مع وجوده وينعدم ومع انعدامه. إن ناسبه بالذات فهو المناسب، يعني إن ناسبه مناسبة حاصلة بسبب الذات فهو المناسب. طيب، يعني مناسبة تعلم من ذاته بمعنى أنها عقلية، يعني مناسبة عقلية في موافقة والتئام عقلي ما بين الاثنين، وإن لم يرد شرع بها يبقى هو فيها مشايخ في مناسبة عقلية ما بين هذا وبين ذاك، حتى ولو لم يرد الشرع بإقرارها، وإن لم يرد شرع بها فإن كونه مزيلا للعقل الإنساني ده ضروري، يعني يكون الإسكار مزيل للعقل البشري ده أمر ضروري، سواء جاء الشرع فأقر بهذا أو لم يأتي فلم يقل هذا، لأنه هو مزيل للعقل بالطبع لا بشيء آخر. وكونه مناسبا للمنع مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود شرع، يعني حتى بيقول كده إنه الإسكار يمنع من أو الإسكار مقتضيا لحرمة شرب الخمر ده أمر يعني مش محتاج لشيء. ليه؟ لأن الإسكار ده يخرج العقل عن هيئته ويؤدي إلى أن الإنسان يقوم بأفعال قد تكون ضارة لنفسه وضارة لمجتمعه. فالقضية كلها أن الوصف ده مقارن ناسبه بالذات، يعني أن الإسكار مناسب للحكم هو المنع من شرب الخمر بذات الإسكار، ومعنى مناسبته الذاتية يعني أنه مستفاد من العقل ولا يتوقف في المنع على ورود الشرع. ده بيقول كده يعني، وإن لم يرد إلى ورود الشرع مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود شرع، بخلاف الشبه فإنه إذا أريد إثبات مناسبه لابد له من دليل الشرع. ده بالنسبة بقى للإيه؟ بالنسبة للشبه واصف، بس مين اللي قال إنه هو مرتبط بالحكم الشرع؟ لكن المناسب بالذات لا، ده المناسب بالذات ارتباط ذلك الوصف بهذا الحكم ارتباط عقلي يعلم بالعقل ثم يأتي الشرع فيقر هذا، بخلاف الشبه فإنه إذا أريد إثبات مناسبته لا بد له من دليل، من دليل على أن الشرع، من دليل على أن الشرع اعتبره
بالنص أو الإجماع. فهمنا كده؟ كالإسكار للتحريم، يبقى الإسكار مناسب يا أخوانا للتحريم، بس المناسبة دي اسمها مناسبة إيه؟ ذاتية، يعني مدركة بالعهد المناسبة، وهي العلاقة ما بين التحريم وما بين الإسكار. هذه العلاقة علاقة ضرورية لا تحتاج إلى ورود شرع بها، لا تتوقف على ورود شرع بها. ولذلك قالوا دي عبارتهم كده، وكونه مناسبا يعني كون الإسكار مناسبا للتحريم مما لا يحتاج في العلم به إلى ورود شرع، بخلاف الشبه، فإن الشبه عشان أعرف إنه هو الوصف ده مرتبط بالحكم ده، لا ده لابد من أن يكون هناك دليل شرعي ينبه على ذلك، أو بالتبع يبقى فهو المناسب. إن ناسبه بالذات فهو المناسب، يعني أن الوصف إن ناسب الحكم بسبب ذاته فهو المناسب، وإن ناسبه لا بذاته وإنما بالتبع أي بالالتزام فهو الشبه. بص بقى سهلة جدا، قال لك الوصف ده إن كانت العلاقة بينه وبين الحكم هذه علاقة ذاتية، بمعنى أن العقل يدركها وهي ضرورية ولا يحتاج في العلم بها إلى ورود الشرع، فهو المناسب بالذات. وإن كانت العلاقة ما بين ذلك الوصف وذلك الحكم هذه علاقة لا تدرك إلا بورود الدليل، يبقى اسمه مناسب بالإيه؟ مناسب بالتبع، يعني بالواسطة. فإنها كالطهارة لاشتراط التيمم، لاشتراط النية. يعني إيه اللي خلى الطهارة ديت عبادة؟ قال له اللي خلى الطهارة دي عبادة مش ذاتها، ده كونها تحتاج إلى نية. احتياجها إلى نية هو اللي قال لنا إن هي عبادة، فالنية هي التي أرشدتنا إلى أنها عبادة من العبادات. يبقى صار النية دي إيه؟ يبقى صار النية دي ارتباط الطهارة بالنية، لكون النية شرط ارتباط الطهارة بالعبادة بسبب النية. ارتباط الطهارة بالعبادة، هي ليه كانت عبادة؟ ايه وجه ارتباط الطهارة بالعبادة؟ النية. لولا ان الله طلب فيها النية لما كانت عبادة، يبقى اصبحت بالواسطة. أدركنا العلاقة بين الطهارة وبين العبادة بواسطة النية، يبقى ده اسمه مناسب بالإيه؟ مناسب بالتبع. طيب، فإنها مناسبة بواسطة أن الطهارة عبادة، بخلاف المناسب بالذات كالإسكار لحرمة الخمر. الإسكار لحرمة الخمر ده لذات الإسكار. طيب، الطهارة بالنسبة للعبادة، لا مفيش مناسبة ذاتية بينهم، وإنما هناك مناسبة يعني بالتبع، تبع اشتراط النية فيها، بواسطة اشتراط النية فيها أدركنا أنها عبادة. طيب يا مشايخ، لاشتراط النية خلصنا من النية، ربنا يحسن نوايانا ونواياكم. وإن لم يناسبه مطلقا، يبقى في مناسبة بالذات، في مناسبة بالتبع، في عدم مناسبة مطلقا. إيه العلاقة بين الحكم ده والوصف ده؟ ما فيش علاقة. وإن لم يناسبه مطلقا فهو الطرد، بس هو معه على طول، بس ما فيش مناسبة مطلقا، لا ذاتية ولا مناسبة تبعية. كقول بعضهم الخل مائع، يعني يسيل سائل، لا تبنى عليه، لا تبنى القنطرة على جنسه. القنطرة اللي هي ايه؟ اللي هي الكوبري والبنيان. هو في حد بيبني الكوبري والبنيان على خل؟
خلتوها خل، كقول بعضهم الخل مائع لا تبنى القنطرة، وهي الجسر والبنيان، على جنسه. جنسه احترز به عن الماء القليل، فإنه لا تبنى عليه القنطرة لكونها تبنى على ايه؟ على الماء الكثير. فهو بيقول لك على جنسه، يعني على جنس الايه؟ على جنس ذلك الخل، لأن المية لا تبنى على كل نوع من أنواع، لأن القنطرة لا تبنى على كل نوع من أنواع الماء، وإنما تبنى على الماء الكثير. يبقى تبنى القنطرة على جنس الماء عشان يخرج الماء الإيه؟ القليل، فلا تزال به النجاسة. ده بيقول له كده، بيقول له الخل هذا لا تزال به النجاسة. طب إيه بقى ليه يا مولانا؟ قال له قياسا على الخل. قالوا ايه العلاقة بين الخل وبين، يعني ما هو بيقول لك الخل لا يعني تزال به النجاسة قياسا على الدهن. الخل لا تزال به النجاسة، الدهن لا يزال به النجاسة. طب ايه يعني العلاقة ما بين الاثنين؟ قال والله كما ان الدهن لا تبنى القنطرة على جنسه، كذلك الخل لا يبنى القنطرة على جنسه. بس ايه علاقة بناء القنطرة بإزالة النجاسة؟ يعني ده انت غير مناسب اصلا. فلا تزال النجاسة به كالدهن. طب ايه بقى العلاقة؟ قال له الخل لانه مائع فلا تبنى القنطرة على جنسه، بس الدهن ما هو كذلك زيت مائع ولا تبنى القنطرة. بس ايه علاقة بناء القنطرة بقضية ازالة النجاسة؟ ولا حاجة. ولذلك ده غير ايه؟ غير مناسب مطلقا. فبيسموه ده وصف ايه؟ وصف طردي. وبعضهم يقول ان الوصف الذي لا يناسب الحكم ان علم ذلك الوصف الذي لا يناسب الحكم لا بالذات ولا بالتبع، إن علم اعتبار جنسه جنس الوصف القريب في جنس الحكم القريب فهو الشبه، وإلا يعني إن لم يعلم اعتبار جنسه القريب في جنس الحكم القريب فهو الطرد. إيه ده؟ عبارة صعبة. مثاله، مثله بعضهم بإيجاب المهر بالخلوة بالزوجة على القول القديم، إيجاب الخلوة إيجاب المهر بسبب الخلوة على القول القديم. إحنا عندنا الإمام الشافعي في قوله القديم يقول إنه إذا عقد الإنسان على امرأة وخلي بها بحيث إنه لا يدخل عليهما أحد بغير إذنهما، قفل الباب كده ثم عملش حاجة بريء بيه، وجب عليه المهر كاملا. ما هم النسوان في أولهم غرامة وفي آخرهم غرامة وفي وسطهم غرامة، كلهم غرامة ببعض، ما بيدخلوش في شيء إلا وأحدثوا فيه الغرامة. شيء غريب، أنت عدو للمرأة، لا أنا عدو للشيطان. على القول القديم فإن الخلوة لا تناسب وجوب المهر. إيه العلاقة بين الخلوة وبين وجوب المهر؟ إيه هي المناسبة؟ ما هو الارتباط بين الخلوة وبين وجوب المهر؟ قال له ده الخلوة إن احنا نقفل علينا أوضة أنت وزوجتك، أنت تقفل على نفسك أوضة أنت وزوجتك ديت، مفيش علاقة ما بين ان انت تغلق الأوضة وتبقى في خلوة مع إيجاب المهر. إلا هيقول لك اهو لا يناسب وجوب المهر، لأن وجوب المهر في مقابلة الوطء. هو احنا عندنا أوجبنا المهر ليه؟ لأنه قد استوفى بضعها، يعني حصل استمتاع. ده انا قفلت الباب، ده مفيش حاجة، ده انا أول ما قفلت الباب كده اهو بصت لها رحت فتح الباب وطلعت اجري. ما يبقى
يبقى ده هو بيقول كده يعني، مش انا ما بقولش، انا مش شيخ ما بقولش، حدش ياخد من على لساني حاجه، ما يقولنيش حاجه ما قلتهاش. يبقى ايه العلاقه؟ ولا في اي علاقه ما بين الاثنين، لان وجوب المهر في مقابله الوط الا ان جنس هذا الوصف. ده وجوب المهر بسبب الوط الا ان جنس هذا الوصف هو كون الخلوه. قالوا الوصف ده مظنه للجماع، في شيء يؤدي الى الجماع. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال: لا يجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان ثالثهما، لان الخلوه دي مفضيه الى وقوع المحظور. وقد اعتبر في جنس الوجوب اللي هو الخلوة المفضية إلى الوط معتبرة في جنس الوجوب، وهو وجوب المهر. ووجه اعتباره فيه أنه قد اعتبر التحريم في بعض، ما اعتبر التحريم فين؟ ما اجتمع رجل وامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وجنس الحكم اللي هو إيه؟ اللي هو الوجوب. يبقى جنس الوصف اللي هو يا اخوانا جنس الخلوة، مش خلوة مشخصة، وجنس الحكم اللي هو وجوب المهر، مش وجوب معين، مش على شخص معين. ولذلك قال: اعتبر جنسه، أي جنس الوصف القريب في جنس الحكم القريب، فهو قياس الشبه. وإن لم يعتبر جنس الحكم القريب في جنس الحكم البعيد فهو الطرد. وبعضهم ده خمسة: أنه الوصف الذي لا تظهر فيه مناسبة، بس هو يوهم المناسبة، لكن بعد البحث والاستقصاء يجد المجتهد أن هذا الوصف ليس مناسبا، لكن من بعيد يلوح بالمناسبة، بعد البحث التام والقراءة والاطلاع لا يجد له مناسبة. بعد البحث التام لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام، ولكن ألف هو يعني هو ما فيش مناسبة ما بين الوصف ده وما بين الحكم ده، ولكن الشارع في مثل هذا عهدنا أنه يرتب الحكم عليه مع أن ما فيش مناسبة، ولكن ألف من الشرع. يبقى ده واحد بيتكلم مجتهد، والمجتهد قرأ القواعد وقرأ النصوص وعلم الأوصاف وربط بها الأحكام وعنده خبرة، لكن ألف من الشرع الالتفات إلى ذلك الوصف في بعض الأحكام. في بعض الأحكام أيضا ما فيش مناسبة، ولكن الشرع التفت إلى بناء الأحكام على ذلك الوصف. يبقى ألف في بعض الفروض وفي بعض الفروع وفي بعض الجزئيات أن الشارع يبني عليه الحكم، فهو دون المناسب. ليه؟ لأن المناسب على طول معه الحكم، المناسب وصف ينبني على ذلك الوصف الحكم، وفوق الطرد، لأن الطرد مرفوض مطلقا. ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشبه، مثاله قول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة، طهارة تراد لأجل الصلاة، إزالة النجاسة. أنت بتزيل النجاسة ليه؟ أنا عشان أصلي، يبقى أنا أردت من إزالة النجاسة الصلاة. طهارة تراد لأجل الصلاة فلا يجوز بغير الماء، قياسا على الحدث، لأني أنت بتزيل النجاسة من أجل أن تريد الصلاة. طيب وأنا بتوضأ ليه؟ من أجل أنني أريد الصلاة. فكما أن الوضوء من الحدث لا يجوز بغير الماء لأنك أردت به الصلاة، فكذلك لا يجوز أن تزيل النجاسة بغير الماء لأنك أردت الصلاة. فإن الجامع هو الطهارة، إن ده طهارة وده طهارة، ده طهارة للصلاة وده طهارة للصلاة.
ومناسبتهما تعين الماء فيها بعد البحث التام. هو بحث في تعين الماء في إزالة النجاسة، ووجد أن الشرع بيلتفت إلى إزالة النجاسة بالماء في بعض الفروع، فظن من ذلك أنه القضية ما دام أن هي مرادة للطهارة يبقى على طول الماء مشترط فيها. ألف في بعض الفروع التفات الشرع إلى هذا فيها بعد البحث التام، لكن هي إيه المناسبة؟ لا، ما فيش مناسبة ما بين إزالة النجاسة وما بين الماء، إزالة النجاسة ووجوب استعمال الماء فيها. والنظر إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف، أنا عايز أمس المصحف وإيدي نجسة، لا، وجب عليك أن تغسلها بالماء. والصلاة وجب عليك أن تتوضأ لها، والطواف. طيب، اعتبار الشرع لهذه الأشياء وأنها لابد من أن يستعمل فيها الماء، ده يدل على ده، كأن اللي ينظر من بعيد يشعر أن هناك مناسبة ما بين هذه الأشياء وما بين استعمال الماء فيها. يبقى قال: فهو دون المناسب وفوق الطردي، ولأجل شبهه بكل منهما سمي الشبه. نقولها تاني. مثاله قول الشافعي في إزالة النجاسة. الشافعي قال: طهارة تراد لأجل الصلاة، فلا تجوز بغير الماء كطهارة الحدث. يبقى قاس طهارة النجاسة على طهارة الحدث بجامع أن كل منهما طهارة. طيب، بمعنى أنه يجب إزالة النجاسة بالماء كما يجب رفع الحدث الأصغر بالماء والأكبر بالماء، بجامع أن كل منهما طهارة، هذه طهارة نجاسة وهذا طهارة عن حدث، فإن الجامع هو الطهارة. ومناسبتهما، ومناسبتها تعين الماء. إيه بقى المناسبة ما بين الحدث وما بين تعين أو ما بين وجوب إلا الطهارة؟ وجوب يعني الوضوء. إيه المناسبة بين الاثنين؟ ما بين الحدث وما بين وجوب رفع الحدث بالماء. قال له: والله لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني من بعيد كده نظرنا فوجدنا إن الشارع طلب منا أن نرفع الحدث إذا أردنا قراءة المصحف، إذا أردنا مسه، فمن بعيد وجدنا إن الشارع طلب في أكثر من فرع، فتوهمنا أن هناك مناسبة ما بينهما، لكننا بعدما بحثنا وربطنا ما بين الاثنين لم نجد مناسبة لا بالذات ولا بالتبع بين هذا وذاك. وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين. قال بعضهم: القائل هو الآمدي، والضمير يعود إلى التعريف السابق وهو الأقرب إلى قواعد الأصول. عايز يقول إن التعريف ده هو الأقرب إلى القواعد الأصولية. وقيل إن قياس، بس هنقف عند هنا لأنه يتكلم بقى في حكم قياس الشبه.